وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس الأفراس المستوردة بمشاركة أفراس الإنتاج المحلي كذلك في الشوط السابع على كأس وزارة الثقافة والإعلام على مسافة 2000 متر وقيمة الجائزة 100,000 ريال. تبدأ بريق الكأس أخذ الصدارة في هذا الشوط مع أيضا مرافقة من قبل بسمة غلا أيضا في هذا الشوط من الخارج، وأيضا ثلوث المنظر تأتي إلى المرتبة الثالثة وبسمة غلا في صدارة هذا الشوط، المركز الأول لبسمة غلا بريق الكأس ثلوث المنظر ومحاولات من فرحة فوز للإتيان في المرتبة الرابعة. الأفراس ينتظرها كأس وزارة الثقافة والإعلام على مسافة 2000 متر التي بدأت تنقص شيئا فشيئا المسافة مع تصدر الفرس بسمة غلا هذا الشوط من الداخل وثلوث المنظر من الخارج، بريق الكاس أيضا في تحاذي مع ثلوث المنظر في صدارة هذا الشوط، تتأخر بريق الكاس المرتبة الثالثة وثلوث المنظر تأتي للتحاذي مع المتصدرة بسمة غلا، فرحة فوز تأتي في المرتبة الرابعة والمرشحة تجد طريقها الآن للمرتبة الخامسة والرابعة، والصدارة الآن لثلوث المنظر في المرتبة الأولى وتأتي المرشحة ناتاليا جان في المرتبة الثالثة الآن من الخارج، المرشحة تأتي بقوة لانتزاع الصدارة والمركز الأول من ثلث المنظر، والمحاولات تأتي من هيلي أيضا للمرتبة الثانية، وأخذت الأفراس الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، العيون نورة تحاول المرشحة كذلك في هذا الشوط، ناتاليا جان في صدارة هذا الشوط، العيون نورة تحاول وأيضا محاولات من هيلي ومحاولات من الحارثية، وناتاليا جان في صدارة هذا الشوط، الحارثية تاتي 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 للمركز الأول، تنتزع الصدارة الحارثية في صدارة هذا الشوط، الحارثية للمركز الأول بطول ونصف الطول، وكأس وزارة الثقافة والإعلام للفرس الحارثية لأبناء عبد الله بن درويش الحارثي، تدريبات أحمد حمدان.